ومن هنا كانت استراتيجية تطوير منظومة الصحية في مصر التي حتى الآن ندرس إعادة هيكلة المنظومة بكثير من الجوانب. هنتطرق لماذا فعلت مصر وكيف تكون مصر سنداً لأشقائها في الدول الإفريقية بتجارب تبدو لنا أنها ناجحة، نتمنى أن تكون ناجحة في عيون الأفارقة حتى يمكن الاستفادة منها. المحاور اللي هتكلم عليها هو البنية التحتية، الطواقم الطبية، الخدمات الصحية. عندما نتحدث عن استراتيجية خاصة بالعلاج لابد أن يكون هناك مستشفيات مجهزة تجهيز كبير، لابد أن يكون هناك عاملين أو بنسميهم الأطباء والتمريض والهيئات المساعدة مدربين، وأيضا هناك خدمات صحية علشان تقدر أنها تلتقي مع ما تم استثماره من بنية تحتية ومن طواقم طبية. هي دي المنظومة التي يعتمد عليها أي تطوير. إذا اتكلمنا على البنية التحتية، مصر استثمرت في 7 سنوات 300% من الإنفاق في الموازنات. كنا 33 مليار وصلنا ل 108 مليار. ده يدل على حجم الاستثمار في القطاع الصحي. 169.5 مليار جنيه تم استثمارهم في القطاع الصحي في آخر 7 سنوات. احنا بنقول كده ليه؟ لأن زي ما الدولة أخذت نصيبها في الطرق والكباري والمشروعات الزراعية والمشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومشروعات المتعددة من الإسكان، هناك أيضا استثمارات ضخمة جدا تمت في مجال التعليم ومجال الصحة في خلال 7 سنوات الماضية. إذن الدولة كانت تعمل على كل المحاور بنفس المعدلات. ده اللي خلانا نقدر، حتى المؤسسات اللي على مستوى العالم زي الاي ام اف قالت ان مصر بتستثمر بشكل كبير جدا. اذا اتكلمنا على المشروعات البنيه التحتيه في القطاع الصحي، لا يوجد محافظه في مصر ما فيش فيها سواء تطوير او رفع كفاءه او انشاءات جديده. بنتكلم على اكثر من 55 مليار جنيه في سنوات قليله الماضيه. وطبعا التحقيق اللي تم من خلال هيئه الشراء الموحد وهيئه الدواء وهيئه سلامه الغذاء، ده تغيير في النظم التنظيميه الخاصه بالمنظومه الصحيه اللي لابد ان تتوفر حتى تنجح المنظومه الصحيه.